بسم الله الرحمن الرحيم. سميتي عبد الرحيم العربي. كنت انا يقول ديال سميتو سليمان الرزاني، قريت فيها طرق تكنولوجي، وكانت هي اول بروموسيون ديال طرق تكنولوجي هنا في سليمان الرزاني. بعد دخلت في لابروموسيون تاع ايستيو، يعني سو تكنولوجي الكتريك في ادريسي في اكادير، وخديت منها الباك ديالي وتحت بالي كلاس بريباراتوار، يعني الاقسام التحضيريه في اسفي، دوزت فيها دوزون والحمد لله دخلت الكور ديالي وكان كلاسمون ديالي مزيان باربو سميتها كاش. وانتيغريت من بعد لينكد هي واحد ليكول ديال ليزانجينيور تخصصها في الدومين ديال التيليكوم. المهم بالنسبه لينكد هي انستيتيو ناسيونال دي بوست تيليكوميونيكاسيون وكاينه في الرباط. المهم بالنسبه لفورماسيون في لينكد هي واحد الفورماسيون اللي كتهدف تكون ليزانجينيور نظام اللي متخصصين سواء في الدومين ديال التيليكوميونيكاسيون يعني المواصلات، ولا في سميتو في الريزو ديفلوبمون، ولا كدير التخصص ديال الماناجمنت ولا جيستيون تاع لي سيستيم ديال فورماسيون. بالنسبه لهذوك لي فورماسيون، بالنسبه للديتا ديال كل فورماسيون، بحال دابا في لا فورماسيون ديال التيليكوم كتخصص فيها في التروازيام، يعني في التروا ديال لي سوفيليير كتخلي ما في لي ار ام اللي كتعني لانجينيور ريزو موبيل، ولا كتدخل في لي اس تي اللي كتعني لانجينيور سيستيم تيليكوم، ولا كدير لانجينيور تاع ميلتي ميديا كدير فيها ليتود ديال المشاريع ديال السيستيم ديال ميلتي ميديا. بالنسبه اللي فكر فيه هي كاينين، المهم هادشي غير كتعطي على واحد الفيلير، كاينين دور الفيلير. بالنسبه للي باراسكول اللي كاينين في المدرسه، المهم كتتيح لك المدرسه الفرصه انك تنتقري شحال من كلوب. بالنسبه للكلوب اللي كاينين في المدرسه كاين سميتو صيف اللي كتسمى كيتسمى اكتويز، كاين الكلوب الكترونيك سيستم الماركين، كاين الفورم جيني، كاين سميتو كلوب سوسيال، كاين كلوب اشراق، وكاين شحال واحد سميتو من لي زافونتاج اخرين اللي كتمنح لك سميتو المدرسه، هو انها كتكون عندك البوسيبيليتي ديال الموبيليتي، يعني انك تكمل سوا تروازيام اني ديالك في لافرونس، ولا تكمل دوزيام اني باش دير دوبل ديبلوماسيون باش تاخذ ديبلوم ديال لي بي تي وديبلوم ديال ديك المدرسه باش تخصصي في سميتو.